واحد بيقول اني اشعر بقلق دائما عند الصلاة ولا استطيع التركيز في الصلاة لدرجة اني اترك الصلاة، فماذا افعل؟ لازم تشوف ايه سبب القلق ده، هل هو قلق عمومي في حياتك ولا بس قلق اثناء الصلاة؟ ان كان قلق بس اثناء الصلاة يبقى محاربة من الشيطان عشان يبعدك عن الصلاة. اول ما تصلي وتشعر بقلق افتكر الايات الخاصة بالسلام، قل لي يا رب انت قل سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم انا، لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. دي بنقولها باستمرار في صلاة الساعة الثالثة في يوحنا 14:27، ردتها كتير وقول له اعطيني يا رب سلامك. ده احنا في الكنيسة باستمرار بنطلب هذا السلام، والبركة اللي بيعطيها الكاهن وبيقول ايريني فاسي، يعني السلام ليكم يعني. واللحن بتاع ابقورو انتيتي هيريني مينان انتكريني، يعني يا ملك السلام اعطينا سلامك. فباستمرار اطلب من ربنا ان يعطيك سلامه، وثق ان ربنا هيسلمك.